بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل، نظم نادي راشد الفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 17 لهذا الموسم، والذي اشتمل على 8 أشواط، وأقيم على كؤوس بنك البحرين والكويت وكأسي شركة مصانع بلاستيك تايلوس وكأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهات الراعية للسباق. وقد تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة كأس مصانع بلاستيك تايلوس للشوط الثامن من السيد عصام الجبري المدير التنفيذي لشركة مصانع بلاستيك تايلوس بعد فوز الجواد كلاود درفت بالمركز الأول. كما قدم الجبري كأس مصانع بلاستيك تايلوس للشوط الرابع إلى المضمر الفائز جيمس نيلر. فيما قدم الدكتور عبد الرحمن سيف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت كأس البنك للشوط الخامس إلى المالك الفائز محمد خالد عبد الرحيم، وكأس البنك للشوط السادس إلى المالك الفائز إبراهيم العفو. فيما قام السيد عبد الرحمن دانش مسؤول العلاقات العامة ببنك البحرين والكويت بتقديم كأس البنك للشوط الأول إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة. كما قام الدكتور عادل سالم المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد ببنك البحرين والكويت بتقديم كأس البنك للشوط الثاني إلى المضمر الفائز جيمس نيلر، وكأس البنك للشوط الثالث إلى المضمر الفائز آلان سميث. ثم قدم الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة المدير التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل كأس النادي إلى محمد خالد عبد الرحيم.